بروكلي بالبرمجان. المكونات: بروكلي مسلوق، جبنه بارميجان، عين جمل، ثوم، ملح وفلفل وزيت زيتون. البروكلي ممكن نسلقه لحد لما يطرى خالص، وممكن نعمل له بلانشنج اللي هو ميه سخنه بينزل ويطلع على طول، زي ما تحبه. في الحالتين هو مفيد جدا. هحط البروكلي كله هنا وعليه معلقه من الثوم، وهحط معلقتين زيت زيتون. هحط كله الاول في البوله دي، اخلطهم مع بعض، وبعدين على النار تشويحه خفيفه خالص زي سوتيه كده. وممكن احط عليه في الاخر شويه من الايه، من الليمون. احط ملح، معلقه صغيره، فلفل اسود، وهقلبهم كويس عشان الثوم اللي فوق ده تكون الطاسه سخنت. هزود شويه من زيت الزيتون. مش قادر اقول لحضراتكم الريحه تحفه، يعني الثوم والبروكلي والفلفل. هشيله من على النار، مفيش يعني 10 15 ثانيه، واحط شويه من الليمون علشان اي حاجه ماسكه تحت. تقدروا تستنوا عليه يبرد يبقى سلطه، تقدروا تاكلوه كده على طول دلوقتي في كل حالاته، هتلاقوه ظريف قوي. طبعا اللي بيحب البروكلي والارنبيط والعيله بتاعت الاسبرجوس والحاجات دي، هياخد الطبق ده يعني نقدر نقول عليه بروكلي سوتيه، وبعدين هرش عليه بارميجان وهو لسه سخن علشان تدوب الجبنه معاه. نحط شويه من عين الجمل، واحده سليمه واحده سليمه.